لا صوت يعلو داخل القلعة الحمراء فوق صوت مباراة الفريق الكروي الأول أمام حوري الغيني التي من المقرر لها أن تقام مساء السبت ضمن مباريات العودة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها بعد غياب لعدة سنوات من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وهو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الجهاز الفني واللاعبون بدعم من مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. لا شك أن مشوار الفريق الكروي بالنادي الأهلي خلال البطولة ينم عن أن هناك رغبة ملحة لاستعادة الأميرة الإفريقية من جديد، حيث افتتح المارد الأحمر مباريات الإفريقية بالفوز على مونانا الجابوني برباعية ثم تغلب عليه في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل الفريق أمام الترجي التونسي في افتتاح مباريات دوري المجموعات وخسر أمام كامبالا سيتي في أوغندا، ثم فاز بثلاثية نظيفة على تاونشيب رولارز بطل بوتسوانا. كرر الفوز مرة أخرى في بوتسوانا بهدف نظيف سجله المدافع المتميز ساليف كوليبالي، ونجح الفريق في الفوز كالعادة على الترجي التونسي على ملعب رادس بهدف نظيف، ثم تغلب على كامبالا سيتي في برج العرب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفي مباراة الذهاب لدور ثمانية تعادل الفريق مع حوري الغيني. أما بطل غينيا افتتح مبارياته في البطولة الإفريقية بالفوز على إسفان بطل النيجر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل معه في مباراة العودة سلبا، وتغلب على جينراسيون فود بطل السنغال في مباراة الذهاب في دور 16 بهدفين، كرر الفوز نفسه في العودة بهدفين. في دور المجموعات فاز على توغو بور بطل توغو بهدفين مقابل هدف، تعادل مع ميميلودوي سان داونز بهدفين لكل فريق، ثم تعادل مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق قبل أن يخسر على ملعب محمد الخامس بهدفين نظيفين، ثم فاز على توغو بور في غينيا بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل سلبا في آخر جولات المجموعة مع سان داونز. We'll be right back.